عزيزي المشاهد، أهلا بك في حلقة جديدة من سلسلة حلقات خمس تسبيح بفهم، ودي الحلقة 83، لكنها تعتبر الحلقة الثالثة في موضوعنا الجديد الجميل الشيق، موضوع المقامات الموسيقية. في الحلقة اللي فاتت فهمنا إزاي ممكن نغمة واحدة في السلم الموسيقي تشقلب الدنيا وتغير المقام وجنس المقام، وخدنا فكرة يعني إيه ثلاث أرباع تون، والرسمة وضحت لنا الفرق بين التون الكامل والنص تون والثلاث أرباع تون، وعرفنا إزاي جات المي سيكا والسي أو بتتكتب إزاي، وخدنا ثلاث أجناس العجم والنهوان والرصد. النهاردة هناخد أول تطبيق عملي على مقام الرصد. ومقام الرصد ده فيه ميزة إنه شبه سلم دو الكبير اللي درسناه في الحلقتين 48 و49، يعني تقدر تقول إن كل نغماته طبيعية زي الصابع البيضة اللي في البيانو، ما عدا ان المي في سيكا والسي في اوج، ودول هما النغمتين اليوتما اللي درسناهم في الحلقتين اللي فاتوا، فبسهوله هتقدر تفهمه. ومقام الرصد ده هو اول المقامات واساس النغمات في النظام الموسيقي العربي. وللعلم كلمه رصد كلمه فارسيه معناها مستقيم او اساس، علشان كده مقام الرصد ده بيعتبر المقام الاساسي والرئيسي في الموسيقى الشرقيه، لدرجه في قول مشهور يقول ارصد وبعدها أسكت، يعني اعزف أو غني من مقام الرصد في الوصلة الأخيرة، وإياك تدخل بعد كده في أي مقام تاني، لأن أي مقام بعد الرصد هيجي بعده هيبقى بهتان وملوش طعم ومش هيطرب. عشان كده بيسموا مقام الرصد ده أبو المقامات. برضو ليه؟ لأنه أكتر مقام موسيقي واضح في شخصيته وفي قدرته على التعبير عن الشخصية دي بوقار وبجدية. عشان كده الكنيسة القبطية اختارته عشان يتقال بيه لحن إيه أغابي، لأنه بيتقال في حضور الأباء البطاركة. بص الوقار اللي في اللحن وفي المقام بكلمات بتقول محبة الله الأب. بس هل خدت بالكم ان الجزء الجميل قوي العالي في ايه اغابي كان بيرتكز على نغمة ري مش دو، وكمان خلى نغمة السي بيمول مش اوج؟ بصوا نحاول ببساطة شديدة المقام بياتي، وما التزمش بالقول اللي بيقول أرصد وبعدها اسكت، لكن بصوا في الآخر اللحن بقى أجمل بالتحويل البياتي دي. عشان كده بقول لكم الألحان القبطية مدرسة منفردة متفردة، وليها نظامها الموسيقي الرفيع المستوى تكسر أي قاعدة بس بفن. وللعلم القواعد الموسيقية اتعملت عشان نكسرها،
لأن في كسرها بفن وعلم، خروج عن المألوف وإبداع في حد ذاته. بيتهوفن كسر قواعد التراديشنال هارموني وعمل خمسات متوازية وتمنات متوازية. عموما مقام بياتي هندرسه بالتفصيل في حلقة جاية بإذن ربنا. للعلم، مقام الرست في كتب الموسيقى في العصر العباسي كان اسمه معروف بأنه المستقيم، ولكن من بداية القرن الـ14 اتعرف باسم مقام رست أو سلم رست. طب علشان نبقى ملمين بكل التفاصيل لازم نعرف أسماء درجات سلم مقام الرست، علشان لو قابلتنا ما تبقاش غريبة علينا. والأسماء دي هتلاقوها في كتاب سفينة الملك ونفيسة الفلك. أول أربع درجات أسميهم يكاه دوكاه سيكاه جهركاه، كلهم بينتهوا بكاه. وآخر ثلاث درجات أسميهم بنكاه شيشكاه هافتكاه، برضو دول بينتهوا بكاه. هو إيه حكاية كاه دي؟ أسماء صعبة الحقيقة، بس هبسطها لكم. كل اسم من الأسماء دي بيتركب من مقطعين من كلمات فارسية. المقطع الثاني في السبع كلمات كلهم هو كاه. كاه معناها درجة. فمثلا كلمة يكاه متكونة من يك معناها واحد. مش في الطاولة بيقول لك زنقوا في خانة اليك يعني انتهت اللعبة. وكاه معناها درجة. يبقى المقطعين على بعض معناها الدرجة الأولى. الدرجة الأولى اللي بيبتدي منها المقام وينتهي عندها المقام. درجة الاستقرار التام. وفي الموسيقى الغربية بيسموها التونيك، وبيسموها أحيانا الكينوت. وفي أي مقام أو أي سلم غربي أو شرقي أو قبطي، نغمة الدرجة الأولى دي أو التونيك هي دي أهم درجة، نغمة محورية في المقام وفي الميلودي الغنائي وفي التألفات الهارمونية، وهي دي اللي بتعرفني أنا في أي مقام. لأن ممكن مجرد اختلاف درجة الاستقرار دي بتغير المقام وتغير مود اللحن. دي اليكاه. طب والدوكاه؟ دو بمعنى اتنين، طب وكاه معناها درجة، يبقى معناها الدرجة التانية، وبالتالي سيكا معناها الدرجة التالتة، وجهركا معناها الدرجة الرابعة، وبنكا الدرجة الخامسة، وشيشكا الدرجة السادسة، وأخيرا هافتكا اللي هي الدرجة السابعة. وكلمة شيشكا ممكن ليها معنى تاني، لأن شيش هو نوع من السيوف دقيقة وخفيفة ومش حادة قوي، فكأن معناها الدرجة الحادة بس مش قوي. تعالوا بس نرجع لدرجة اليكاه اللي هي الدرجة الأولى، لأن نضاف ليها اسم جديد اتعرفت بيه هو رست، وبقى كده اسم المقام رست واسم أول نغمة فيه برضو رست. كمان البنكة اللي هي الدرجة الخامسة نضاف ليها اسم جديد اتعرفت بيه هو نوى، وللعلم كلمة نوى معناها تغريد. وششكاه اللي هي الدرجة السادسة نضاف لها اسم جديد اتعرفت بيه هو الحسيني. وهفتكاه اللي هي الدرجة السابعة نضاف ليها اسم جديد اتعرفت بيه هو أوج. مقام الرست ده له طابع بيسموه طابع بسطي، يعني طابع بيبعث على الانبساط والسعادة. عشان كده بيقولوا إذا جن عليك الليل فأرست، يعني لو اشتد عليك الليل بظلامه فاعزف أو غني من مقام الرست، يعني مقام الرست ده هيخرجك من ظلام الليل وهيخليك مبسوط. عشان كده هنلاقي مقام الرست موجود في أرباع لبش الهوس الأولاني. وكان موسى النبي يسبح قدامهم حتى أدخلهم بريت سيناء، ويكمل عن طابع المقام البسطي أو الوقور، لكنك تقدر تعزف عليه بأكتر من طريقة وبأكتر من مود، سعيد أو حزين أو وقور، يعني تقدر تشكله بفنك زي ما أنت عايز. أما بخصوص المسار اللحني فمقام الرست هو سيد المقامات وأول المقامات. ليه؟ لأن نصه الأولاني زي نصه التاني،
وتقدر تبتدي فيه من أي درجة، تقدر تبتدي من القرار. مقامر الرأس مقام جميل جميل نسيبه، وتقدر تبتدي من الكردان. يا شادي الحال نسيبنا، والأتراك بيحبوا يبتدوا من نغمة الفا اللي هي الجهركاه، ويطلع منها على الصول اللي هي النوى، وبعدها ينزل للدو. والألحان القبطية من قبل الأتراك فيها ألحان كتير من مقام راس بتبتدي من درجة الجهركة، الجهركة اللي هي الفا، زي ما رد الإبراكسيس. بصوا في مقام الراس تطلع السلم كله وتنزله من غير ما تغير اي نغمة. بصوا كده، لكن في نفس الوقت بيبقى لذيذ قوي لو انت نازل السلم تيجي مغير درجة السي اوج وتخليها سي بيمول، يبقى كده مثلا. ومقام الرص اتألفت منه أغاني كتيرة مشهورة، فغنى منه وديع الصافي عظيمة يا مصر، وغنى منه عبد الوهاب شكل تاني حبك انت، وغنت فيروز يا دارة دوري فينا، ويا شادي الألحان، وغنت منه أم كلثوم أروح لمين، والحب كله. عزيزي المشاهد، أنا أكتفي بكده النهاردة في الحلقة دي علشان دماغك الموسيقية ما تضربش من كتر المعلومات. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هنفصص ونحلل مع بعض مقام الرص عشان نفهمه وبسهولة نحفظه، وهكون محضر لك أغنية جميلة لما تحفظها هتحفظ مقام الرصد في ودانك ووجدانك. فإلى أن ألقاك أسيبك تستمتع بمزيكا من مقام الرصد، ودلوقتي هقول لك باي.